هل يجوز لي شراء سيارة حيث أن البنك يشتريها لي بثمن ثم يبيعها لي بالتقسيط بثمن زائد على ثمن الشركة؟ إذا كان السيارة في ملك البنك أو غيره، السيارة مملوكة للبنك قبل أن تأتيه، ثم جئت وشريتها منه بثمن مؤجل أكثر من الحال فلا بأس. أما إذا كان البنك ما عنده سيارات، إنما تأتيه وهو ما عنده سيارات وتتفق معه، ثم يقول لك اذهب إلى المعرض أو إلى محل كذا وشف السيارة اللي تبي، يعني سيارات الناس ما هي بله، وعلمني وش اللي يصلح لك، ثم يشتريها بعد ما تتفاوض معه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، لا للبنك ولا غيره، إنه يبيع ما لا يملك. نعم.